عشان تطرح لنا وردة برويها ووريها وقلب في معانيها وفرج غيرنا أراضيها وبحورها وموانيها وهيا هقول لكم هيا بلادي ثابتة في إيديا ورغم ظروفنا لا بهرول ولا تعجل ولا تشقلب ولا تحنجل وانت همة بتخجل تاريخ واقف وبيسجل واذا تفكر حنتأمل واذا تحملت حنكمل وحنكمل وحنكمل ويلا يا بكرة هل بقى شبعنا شقة لكن جينا بتسبقنا غناوينا ويسبق جهدنا ايدنا نسابق في السبق غيرنا فاللي معانا يكسبنا واللي ضدنا يندم حيتآمر لكن ناسي فإن المصري عزمه في النضال قاسي وإذا منورات وتضيع وقت إحنا أمس أو دلوقت لا بتوع الشرق لا بتوع غرب وأما الهمة عارفينها في يوم الحرب عارفينها في يوم الحرب دخلنا مصر دخلنا مصر.